أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه
صدق الله العظيم.